اليوم قالت لنا الاستاذ غنجي المفتشه، المفتشه وقالت لنا كل شيء وقف لها، قالت لنا من دخل كل شيء احترمه وكل شيء يقفز يوقف. ملي جات المفتشه ما وقفتش، قلت لها اختي ما فيا ما يوقف، ضربني ظهر انا يا فيا مظلوم. ويجي عندي المفتشه قالت لي حل الدفتر نشوف، لقاتني راسنا حمار وحماره، قالت لي شكون هما هادو، قلت لها تاع الاستاذ والمدير. وانا نسولها قلت لها سعادتكم يا مفتشه، قلت لها علاش البقره الحليب ديالها ابيض، قالت لي ما عرفت، قالت لي والله ما عرفت. وانا نقول لها صافي، قلت لها صافي دابا نسول شي بقره اخرى وما يطردوني، قالت لي انت مطرود، قلت لها كيما راك تسطيتي انا يعطيوني رزقي، دوك 2000 درهمات اللي كانوا كياخذوا من العدبه وينهبوا فينا، انا اصلا ما طازاش يقرا يعطيوني باش ندير شي مشروع.